الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب يومكم يبقى حلو. بما اني طالعه لكم بدري والصبح، فقلت اجيب لكم حد متخصص في الفطار بفطر منه بقالي 25 سنه، وهي ماما. ماما منوراني النهارده. اهلا اهلا. اول مره اعمل لك فطار على الهوا صح؟ يعني كله كان بيبقى في البيت. ايوه دي حقيقه فعلا. وانا ده بالنسبه لي فطار وعشاء، يعني الاختراع اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي هو ساندوتش بس بطريقه مختلفه شويه. اشرح لنا يا ماما هتعملي ايه. بصي، هو مش ساندوتش، هو انا بحب دايما لما يكون ما عنديش انجريدينتس ومكونات في البيت كتير اتصرف. ايوه خلاص، مش هنعمل لسه عجينه بيتزا، مش هنعمل لسه سندوتشات بقى مش عارف ايه وبتاع. فانا بحب ان انا اجيب دايما عيش فينو افتحه كده. طبعا انت عارفه انا هعمل ايه. طبعا عارفه عشان انا حافظه الوصفه دي، بحبها قوي. هقول لك على المكونات الاول. ماشي. المكونات عيش فينو نفتحه كده، ما عنديش مشكله لو كان عيش شامي، ما عنديش مشكله لو كان عيش بلدي. أوكي. ما عنديش اي مشكله، بس البلدي والشامي ومقفولين. ماشي. اي حاجه عندنا في البيت. حلو. اي حاجه عندك، صلصة اوكي، عندك طماطم تمام دي بدل دي، عندك زيتون مخرط ما فيش مش مشكلة، فلفل ألوان، سلامي، بسطرمة، لانشون، بقيت لحمة مفرومة، بقيت شوية شاورمة فراخ، بقيت حتة سجق، أوكي. اي نوع جبنة. حلو. خلاص، وهخليكي انت اللي تعملي الحلو. ده اللي هو سكالانس. سكالانس. اوكي. من الاخر كده يعني الوصفه دي من احلى الحاجات. ليه؟ لان انت كست بيت عندك اكيد بواقي حاجات كتير قوي في الثلاجه طول الوقت. بدل ما تترمي حرام، وبدل ما تضطري تشتري حاجات جديده عشان القديم قديم، او اللي كان عندك في الثلاجه خلاص بقى قديم، فلا تقدري تعملي وصفه حلوه قوي طعمها حلو قوي، وتستغلي كل الحاجات الباقيه عندك في الثلاجه. بالظبط كده. يلا بينا بقى نبدا. ممكن نعمل حاجتين. الحاجه الاولى ان احنا نحطها في الفرن. ماشي. تاخد الجريل كده وش بسيط. انت اصلا بتعمليها في الفرن على طول؟ انا بعملها في الفرن على طول، بس انا عايزين نوريكم الطريقه يعني لايف كده. فدلوقتي ممكن نحط طاسه على النار. ماشي. ومعلش بقى ساعديني. انا هساعدك، انا النهارده واقفه عشان اساعدك. لقيتي ام كده كده وعندك بقى بيت والحمد لله شطوره، فساعدي بقى. طيب، بما اننا الصبح وكلامنا الصبح المشرق اللذيذ ده، عايزين ننصح الناس او نقول لهم حاجه احنا اصلا بنعمل بيها في البيت، وهي ان الناس سمايل. سمايل. اوكي. دي نصيحه. ماما عندها مشكله. انا اتخضيت. ماما عندها مشكله ان لو حد فينا بدا يومه وهو مقريف او مكشر قدامها، هي بتتضايق، واللي هو خلاص يومها بجد بيتقفل كله عشان حد فينا كشر. لا، ما تكشروش، اضحكوا، تفائلوا، ما تتشائموش مهما كان عندكم امتحانات، ظروف، مشاكل، تفائلوا. التشاؤم ده مش حاجه حلوه خالص. هقول لك على حاجه. في ناس بتمتص الطاقه السلبيه اللي بتشوفها ايا كان في اللي قدامها او في اللي عايشه معاهم او كده، فانا من الناس دي. فوارد جدا ان يكون اي حد عنده في البيت حد من افراد العيله من الناس اللي بتمتص الطاقه السلبيه. فانا لما هصحى من النوم او في اي وقت في اليوم يعني عموما، هلاقي منا مكشرة ومقريفة. وارد جدا ان انا كجوزك بقى، كأختك، كأخوكي، كمامتك، كباباكي، اي حد، وارد جدا ان انا الاقي نفسي قفلت. ماشي. ليه ما نبقاش متفائلين عموما بوجه عام؟ التفاؤل ده اجمل حاجة في الدنيا، لان اللي ربنا كاتبه هو الاصلح لينا دايما. انا بحس برضه ان الموضوع مربوط اكتر بالرضا، اللي هو انا راضيه باللي ربنا كتبه لي، راضيه بكل حاجه. فلا، ربنا ما بيعمليش حاجه وحشه، حتى لو حطتني في اختبار صعب فهو ده اختبار عشان يشوفني انا هتصرف ازاي. لكن مش معنى كده ان انا بيحصل لي حاجه وحشه في حياتي او ربنا ما بيحبنيش. ربنا بيحب الناس كلها، وعايزنا ان احنا انا كمان مقوله تفائلوا بالخير تجدوه، انا مؤمنه بيها جدا. طبعا. ان انا طول ما انا متشائمه حياتي كلها تبقى بايظه، لكن لا، انا متفائله وحياتي تبقى كويسه، وان شاء الله الحاجات الوحشه تتبدل بحاجات كويسه. ده كده ساندوتش خالص صح؟ ده شكل الساندوتش. نقدر أوكي. نحطه شكله اصلا خطير في الفرن في الجريل. بقى صح؟ ونقدر نعمله بالطريقه دي. احنا غطيناه علشان الجبنه تسيح شويه. طيب انا هعمل السكالانس. اتفضلي بقى انت تعملي. على فكره انت ممكن تعملي اللي انت عايزاه، يعني ممكن تعملي مثلا العيش هنا بايتس كده بالورب. احنا دايما بتقولي ان العين بتاكل الاول صح؟ طبعا. فممكن نعمله بقى ايه بطريقه زي ما انت عايز. طبعا هشرح المكونات بتاعتنا كمان بقى. اوكي. عندنا هنا سكر باودر
وعندنا حلاوة، عسل، مربى، بينت باتر وقشطة. نفس الكلام اللي ماما قالته بالظبط، اللي انتوا عايزينه اي حاجة حلوة عندكم في البيت تقدروا تعملوا بيها. عندكم شوكولات، عندكم نوتيلا، عندكم لوتس، عندكم اي حاجة حلوة اللي تحبوه يعني، ما تلوى مش حاجة مخصوص، لا عادي. على فكرة انا ممكن جدا يكون فجأة نفسي في حاجة حلوة قوي ومفيش مكونات او الدنيا بالليل خالص، مش هينفع نطلب سوبر ماركت، عادي جدا ممكن اعمل العيش ده، وعملت لكم منه كتير كتير جدا، حته زبده صغنطوطه خالص وعليها رشه سكر باودر، عليها رشه قرفه مع السكر الباودر، بتبقى تحفه. فاللي موجود والسريع واللذيذ مفيش اي مشكله. ايوه دي احلى حاجه بجد، والتفاؤل والتفاؤل والضحك. طب انا دلوقتي حطيت قشطه وعسل، وهحط بقى كمان مربى. مش اشوف حاجه بس هنا، عايزين نطمن عليها. اوكي تمام، الدخان ده عادي ما تقلقيش. ماشي. طيب كده انا حطيت في اول واحد قشطه وعسل ومربى. طبعا دي بقى باللحمه المفرومه المتعصجه بتبقى خطيره. الساندوتش. اوكي بيتزا. ما هي فعلا هي بديل البيتزا، بس بدل بقى ما تقعدي، انا كمان بحب العجن الخبيز وريحه المعجنات في البيت، يعني هي الفكره ان اوقات مش بينفع. انا عشان اعجن اخر مره يعني بلاش اقول لكم انا حصل لي فيا ايه. ما حصلش حاجه، والعجينه طلعت تحفه، وانا اول واحده دقتها وكانت خطيره ومش ببالغ. طلعت حلوه بس مش طول الوقت ستات البيوت والامهات بالذات هتلاقي وقت تعمل الحاجات دي، فعشان كده بنحاول نختار لكم اكتر حاجات سهله ولذيذه، اكل حلو قوي في نفس الوقت ما ياخدش اكتر وقت ممكن. يعني انت كده حطيتي تاني واحد صح؟ كمان تاني واحد. اوكي انا حطيت قشطه برضو، وهحط بقى بينت باتر. بينت باتر يا جماعه مفيده جدا جدا جدا. ممكن اساعدك في حاجه؟ طبعا ممكن. اختراع من الاختراعات. اوكي طيب احنا اوكي، هو ده مش اختراع، ده مجرد ان احنا بنعمل شكل بس مختلف. تقدري تعملي كده، معلش ممكن تشيلي الطاسه من على النار كده. خلص الساندوتش صح؟ احنا مش هنفتح دلوقتي بقى عشان مفاجاه كده. انت بقى بتعملي ايه دلوقتي؟ انا بعمل شكل مختلف مش اكتر بس. اوكي ماشي. انا كده السكالانس بتاعي خلص، انا ممكن اقطعه برضو. وانا الساندوتشز بتاعتي خلصت، وانت عارفه طبعا كويس جدا ان انا الساندوتشز دي بحبها اكتر من العيش الفينو بالعيش البلدي. طبعا اللي هي البيتزا دي حاجه بقى اول مره ممكن حد فعلا يجربها، البيتزا، ان الواحد يعمل بيتزا بعيش بلدي، دي غريبه شويه. والله هو كلها معجنات وكلها دقيق وكلها بتنفع، انا ما بشوفش ان في حاجه ما بتنفعش او حاجه هتبقى وحشه، لا هو كله عادي. هحط بس كده رشة عسل بسيطة على السكالانس بتاعي عشان يدي بس كده شكل لذيذ. ايه احلى من الفطار ده؟ على فكرة عايزة اقول لكم على حاجة، احنا عشان بنلغي معاكم فاحنا خدنا وقت، لكن غير كده الموضوع بياخد الموضوع ولا حاجة خالص. فعلا كده قدمتي الحادق وانا هقدم الحلو. وبجد انا بشوف ان الفطار بيخلي نفسيتكم تبقى لذيذه قوي، يعني لو انتوا فطرتوا فطار حلو على اول اليوم كده بقيت اليوم بحس انا كمان يعني بحس ان انا مبسوطه خلاص. مش عارفه انا كده بس ولا الناس كلها يعني كده؟ كده بس لازم نشرب قهوه بعدها، لازم نشرب قهوه عشان نفوق بدل ما ننام على طول. صح بالظبط كده. رسالتنا ليكوا ان احنا بنقول لكم تفائلوا، ما تتشائموش، كل حاجه في الدنيا في مشاكل وفي صعوبات بس بالزبط. هتيجي بعدها الحاجات الكويسه والحاجات الحلوه. لا. ما تتشائموش. انا اسفه ان انا هقطعك، دايما بقولك ايه، دايما نشوف اللي اوحش مننا عشان نعرف ان احنا عندنا حاجات كتير قوي حلوه، ونعرف النعم اللي عندنا ونقول الحمد لله عليها. بالظبط كده. انا مبسوطه قوي ان كنت معايا النهارده، حاسه بكونفورت زون وان انا في البيت. طيب دلوقتي كل ست بيت بتحتار قوي، يا ترى هطبخ ايه النهارده، يا ترى هعمل غدا ايه النهارده. انا مش عايزاكي تحتاري ولا انا ولا ماما، فقدامك على سكرين هتجيلك وصفه غدا لذيذه قوي تقدري وانت تتفرجي علينا كده بعد ما تخلصي فطارك وتتبسطي تقومي بقى تعملي الغدا. وصفه لذيذه وحلوه قوي، ويا رب يومكم كلكم يبقى حلو. مبسوطه قوي ان كنت معايا النهارده. وانا كمان مبسوطه قوي.